خلينا نحكي على فرقه التفتيش طالما جنابك تناولت الان اه فرقه التفتيش اه يعني انت كنت جدا متضايق منها ومنزعج منها واضح من كتاباتك يعني وتحديدا من البرادعي اه ودوره في اطاله امد التفتيش وعدم حسم الامر هو اذا نريد نبدي من البرادعي خلينا نقول البرادعي يعني كتب تقرير على العراق بسنة 2002 آخر تقرير أو بداية 2003 لم يكن محق أبدا وكان مدفوع ثمن هذا التقرير لأن أشار بأنه علما أساني بس أن الطيف فشي بسيط يعني كل مفاعل نووية أو نووية هي كبيرة يعني ما تقدر تضمها بمكتب أو غرفة أو بناية صغيرة فهو مع العلم كل فرق التفتيش تمر وفتش عن كل شيء ودمر كل شيء. القى ظلال الشك على انه ممكن العراق ما عاد مستمر بتقرير الرفاع المجلس الامن واخذ هذا الشك كذريعه لغزو 2003 فهو يتحمل وزر كذبته ومبالغته هذه الى ابد الابدين. الحقيقه يعني هو تدري استاذ جلال هو حصل على جائزه نوبل الآن ارد اسال أسأله إذا هو يسمعنا أو المجتمع اللي منح جائزتنا لأي شيء منح إذا هو كان مسؤول عن مراقبة الجهد العراقي والجهد الكوري الجهد الكوري استمر وسوى القنابل ومشى بدربة وإحنا بالنسبة لنا هو أخذ ثمن تحطيم البرنامج النووي العراقي وتحطيم العراق هاي جائزه نوبل ومع ذاك اليوم منحه وجائزه نوبل للسلام ايضا هو آية اثيرت عليه شكوك انه غير موضوعيه ومسيسه وللغرب الى يد بها بالمنح ماذا اقول على الشهادات بالنشاط العلمي بس بـ نوبل للسلام مسيسه والغرب الى يد طوله في منحه لمن يشاء كتكريم